استنكرت وقفة احتجاجية بمدينة مأرب استمرار رفع الاحتلال وتيرة هجماته العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة. وحذرت الوقفة من التداعيات بالغة الخطورة لجرائم الاحتلال وانتهاجه سياسة التهجير القسري والإعدام الجماعي للشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي للتحرك الجاد لوقف الانتهاكات. وأكدت الوقفة على وعي اليمنيين تجاه القضية الفلسطينية وموقفهم الثابت من دعم المقاومة في غزة وجميع الأراضي المحتلة. هذه الوقفة التضامنية التي تقام هنا في مدينة مأرب كل جمعة تضامنا مع إخواننا في غزة وفلسطين، مع الشعب الفلسطيني الذي يذبح من الوريد إلى الوريد في مجازر جماعية لحرب اليوم دخلت ستدخل شهرها السادس بعد عدة أيام. هذه الحرب التي تمارسها إسرائيل وتمونها وتدعمها أمريكا وبعض دول الغرب، هذه الهجمة الصهيونية العالمية على غزة وفلسطين لإجلاء الشعب الفلسطيني من أرضه ولتهجيرهم باتجاه مصر والأردن. تحية إجلال أكبر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هذا الشعب الجبار الذي يواجه أعتى وأطغى قوة في العالم، يواجه الصواريخ ويواجه الطائرات ويواجه القنابل ويواجه شتى أنواع أسلحة الدمار الشامل. ومع هذا نشاهد هذا الصمود الأسطوري لمدة أكثر من 5 شهور حتى هذه اللحظة. إنهم فعلا شعب الجبارين وهم الفئة التي ستنتصر. نعبر يعني عن غضبنا، نستغرب صمت العالم على هذه الجرائم العظمى. كيف أصبحت شعوب العالم كلها تتحرك وتستنكر هذه الجرائم بينما مدعي حقوق الإنسان والحرية والأمم المتحدة لم يكتفوا بما أجرموا وما ظلموا في داخل غزة وقتل الأطفال والمدنيين وهدم البيوت على النساء والأطفال، بل استمروا في هذه الجرائم الآن في معبر رفح. أين يوجد ضمير العالم؟